يا مساء الخير. مساء النور. شو كيف كانت السهرة؟ ظريفة والله. مع دول التريز اللي حكيتي لي عنهم تشك. ايه لا تشك كتير، لانه فعلا كانت ظريفة، كان في ناس كتير غير التريز. منيح، مهم انك انبسطتي. على فكرة انا بكرة كمان رايحة. لوين؟ على الأوبرا. ليش انت من امتى بتطيي للمسرح؟ انا ما عم قول مسرح، عم قول أوبرا. ليش انت بتطيي الأوبرا؟ ماني شايفتها بحياتي، قلت لحالي بنزل وبشوف. امرك يا ست الكل. يعني ولا خطر لك تقول انه تقطعي ننزل سوا على الأوبرا؟ لا الله يخليكي، لا تصعبي علي، يعني مش على الأوبرا، بدنا شنطتين. بلا الأوبرا يا سيدي. انا عندي اقتراح، تعال نروح على محل هيفا، مو بتقلي انه ظريف كتير؟